لله وصحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه وعن حاضرين ومسلمين. آمين. قال مالك قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه وتعالى بعدونه يا عم الصالحين قال في موطئه ونزلنا مع كتاب الجنائز. قال رحمه الله وحدثني عن مالك قال الراوي حدثني عن مالك قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه جميعا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانك. رضاك أبا مالك. نعم والله هو هي جنة عندما نلتقي بإخواننا ويكون المحبة في الله ظاهرة. الله لا يجعل أحدا يعرقل هذه المحبة أبدا ولا يقف أمامها أبدا ولا يفسدها أبدا. أعوذ بالله. الحمد لله. حبيبي رضي الله عنك. طيب هنا قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وهذا في آخر الزمن. هذا الأمر في آخر الزمن عندما تأتي الفتن تترى تشرئب تعصف وتستق ما تترك أحدا قط إلا تمسه. نعم. قال إن سلم بادروا بالأعمال فتنا هل تنتظرون إلا غنى مضغين أو فقرا منسيا أو هرما مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. قد ظن بعض الناس أن هذا الحديث معارض لنهي عن تمني الموت بقول لا يتمنين أحدكم الموت لدور نزل به. قال وفي هذا الحديث فيه إباحة تمني الموت لأنه قال مقرا لا منكرا قال مقرا لا منكرا لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وهذا ليس الظن بالصحيح لأن ذلك سيكون لشدة ما ينزل بالناس من فساد الحال في الدين وضعفه وخوف ذهابه لا لضر ينزل بالمؤمن في جسمه. قلنا بأنه قد يجوز للإنسان أن يتمنى الموت إذا خشي الفتنة في الدين. قال وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قالت مريم عليه السلام وش قالت؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فإن اعتلى الأمر على الفتن وظهر الدجال بل الدجاجلة وكانت الفتنة تعصي وتستك فعلى الإنسان إذا تمنى الموت حتى ينجيه الله جل في علاه فله ذلك. فقول لا تقوم الساعة تمر رجل بقبر رجل فيقول يا ليتني مكانه فإنما هو خبر عن تغير الزمان وما يحدث فيه من المحن والبلايا والفتن والرزايا. وقد أدرنا ذلك الزمان كما شاء الواحد الرحمن لا شريك له وعصمان الله وفقنا وغفر لنا. هذا في القرن الرابع. في القرن الرابع يقول أدركنا ذلك. في القرن الرابع يقول أدركنا ذلك. أرأيت لو عاش في زمننا ماذا يقول؟ عندنا الفتن لا تنقطع صباح مساء ليل نهار. يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسك مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض زائل من الدنيا وسمن بخس دراهم معدودة. أعوذ بالله. عن عبد الله بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أسبق قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ابن أصبهاني قال أخبرنا شريك عن عبد الله عن عثمان بن عميس أبي اليقظان عن زان أبي عمر عن عليم قال كنت مع عبس الغفاري على سطح له فرأى قوما يتحملون من الطاعون فقال يا طاعون خذني إليك ثلاثا يقولها. فقال له علي لما تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب. يعني الأمر أن الموت إذا تمنى انقطع عمله ولا يستعتب وهو يحتاج إلى رفع درجات أو نجاة. ولكن كما قلنا بأن مسألة التمني عند الفتن هنا قد أباح الله جل وعلا ذلك لأنه يخشى على نفسه أن يضيع دينه. ولذلك احنا قلنا بأنه هو لا يتمنى الموت لينجو لتكون له الأعمال لرفع الدرجات. الفتن تقضي على كل ذلك. الفتن تأتي على الدين تغيب القلب والروح فتكون الخاتمة خاتمة سوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالموت ستا إمرة السفاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشأ يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليغنيهم بالقرآن وإن كان أقلهم فقها. وهذا طبعا فيها دلالة على أنه لا يتقدم الناس إلا الأفقه. ما تقدم أحد لأنه صوته شجية وغير ذلك لا يستعتب أو يستعتب في الاثنين صحيحة. أما الرواية فيستعتب وفي الاثنين لها توجيه ما أخطأ نحوين قط.
وفي قول إن أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، يوضح هذا المعنى بأنه يخشى المرء من نفسه أن يفتن في دينه فيتمنى الموت، فله ذلك. فإباحة تمني الموت متوقفة على الخوف من الفتنة في الدين. وكما قلت مريم لم ينكر عليها الله جل وعلا أنه قال توفني مسلما، وقالت ماذا قالت مريم عليه السلام أحمد؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هنا جهاد يقول هل يفهم من ذلك أن من السنة تمني الموت إذا خشى عبد الفتنة؟ نعم، إذا 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 خشى ذلك نعم له ذلك، نعم له يتمنى الموت. لذلك قال وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فاقبضني إليك غير مفتون، لأن هذا دفع المفسد الأعظم الفتنة في الدين. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكر عليها الله جل في علاه، لم ينكر عليها الله جل في علاه. والبخاري عندما يعني التف حوله الناس حاقدين فيهم الحسد وخشي أن يفتن في دينه، قال لهم اقبضني الساعة، فقبضه الله جل في علاه. عن غازم قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أحمد بن جعفر بن عبيد الله قال حدثنا العباس محمد الدوري ابن محمد الدوري إملاء قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا محمد بن كثير الطرطوسي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا كان سفيان الثوري عندنا بالبصرة فكان كثيرا ما يقول ليتني مت قد مت، ليتني قد استرحت، ليتني في قبري. فقال له حماد بن سلمة يا أبا عبد الله ما كثر تمنيك هذا الموت، والله لقد أتاك الله القرآن والعلم. فقال سفيان يا أبا سلمة وما تدري لعلي أدخل في بدعة، أعوذ بالله، أرأيت كيف يخافون على أنفسهم. قال لعلي أدخل في بدعة، لعلي أدخل فيما لا يحل لي، لعلي أدخل في فتنة أكون قد مت وسبقت هذا. وغاهن الآن سمعت سفيان يقول قد كنت أشتهي أن أمرض وأموت، فأما اليوم فليتني مت فجأة، لأنني أخاف أن أتحول عما أنا عليه من يأمن البلاء بعده. قال من يأمن البلاء بعد خليل الرحمن، وهو يقول أجنبني وأبني أن نعبد الأصنام. الله يثبتنا لكم الحق، الله يثبتنا لكم الحق. وقال يحيى بن يمان عن سفيان لما جاء البشير يعقوب قال له على أي دين تركت يوسف عليه السلام؟ قال على الإسلام. قال الآن تمت النعمة، الآن تمت النعمة. ولكن أيضا في هذا الباب لابد الإنسان أن يقول إذا أراد أن يتمنى الموت كما قال المسلم علاجا قال وقال وأمتني كان الموت خيرا لي، أحيني إذا كانت حياتي خير لي، وأمتني إن كان الموت خيرا لي. هذا فيه إرجاع الأمر إلى الله جل وعلا. لكن الحقيقة الزمن نحن فيه زمن فيه فتنة كبيرة جدا 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 جدا، فيه فتن. إذا المسألة في هذا الباب يجوز الإنسان أن يتمنى الموت، يجوز الإنسان أن يتمنى الموت إذا وجد أن الفتن كثيرة أو خشي على قلبه من التغير. وهذه تتأتى لكل إنسان يعرف من نفسه أنه مثلا هناك من أراد أن يزيحه عن طريق الاستقامة أو أن يفتنه في دينه. اللهم عليك بمن يفتن الناس، اللهم عليك بمن يجر الناس للفتنة، اللهم عليك بمن يفتن الناس، اللهم عليك بمن يجر الناس للفتنة، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم احصهم جميعا، اللهم احصهم جميعا، اللهم احصهم جميعا، اللهم اعصم قلوبنا من الفتنة، اللهم اعصم قلوبنا من الفتنة. الحق أقول في هذا الباب الطعم لا يؤثر في هذا الباب. أنا أمزح أنا أمزح أنا أمزح يا أكرم أمزح رضي الله عنك. الصلاة صحيحة إن شاء الله. شيخ يوسف 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 يعمل خلاص نخليه يعمل درس، نضربه الأول على راسه وبعدين نخليه يعمل درس إن شاء الله. أقول إخوتي الكرام لو علم المرء من نفسه أنه قد ينجرف إلى الفتنة له أن يدعو نفسه بالموت. يعني يمكن أنه لو يعني أتاه من أتاه يراوده عن دينه وأن يعطي الدنية في دينه من أجل الدنيا له أن يقول اللهم اقبضني الساعة، اللهم اقبضني الساعة، أحبك الله تحتني فيه يا حبيبي. المتشابهين من النساء ده المسألة أصعب من ذلك. عامة أقول إخوتي الكرام يجوز المرء أن يتمنى الموت إن خشي على نفسه الفتنة، وإلا فلا يجوز. لما لا يجوز؟ لأنه لعله يستعتب، يعني يكون قد قصر فيفتح الله له بابا فيعطي الطاعة فيستعتب، أو أنه يريد درجة من الدرجات لا يصل إليها إلا بالله جل وعلا فيرتقي بذلك. أحمد إن شاء الله يعني أغير وأحاول أتي جيد؟ أيوة.
الله حسين. جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم ورفع الله مقام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، إني أحبكم في الله. ثقوا بأن الله لا يضيع عباده، ثقوا بي حتى حدث ما حدث، ثقوا بنا أننا نسير سيرا الله أعلم به. ما شاء الله، ماشي ممتاز. الفوائد، نعم، حرمة تمني الموت، جواز الفائدة الثانية، جواز تمني الموت إذا خشى الفتنة. لما أحمدي، لما المفروض أنا أول الناس الذي أتمنى بذلك؟ التمسك بالسنة نجاة، التمسك بالسنة نجاة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.